السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة وأهلا بالجميع. في هذا الفيديو المخصص لحركة النيرين والكواكب طوال شهر نوفمبر للعام 2023، شهر سعيد للجميع، ولنبدأ على بركة الله. نجم الشمس: يبدأ شهر نوفمبر والشمس في بيت غربتها برج العقرب، وتستمر فيه حتى مساء يوم 22 من نوفمبر، تحديدا عند الساعة 7:34 لتنتقل إلى بيت مثلثتها برج القوس، وينتهي شهر نوفمبر والشمس في برج القوس. كوكب عطارد: يبدأ الشهر وكوكب عطارد في بيت غربته برج العقرب حتى صباح يوم 10 نوفمبر تحديدا عند الساعة 9:24 لينتقل بعدها إلى بيت وباله برج القوس، وينتهي الشهر نوفمبر وعطارد مستقيم السير في برج القوس. كوكب الزهرة: يبدأ الشهر وكوكب الزهرة في بيت هبوطها برج العذراء، لتنتقل إلى بيتها برج الميزان ظهر يوم 8 نوفمبر عند الساعة 12:30 وينتهي شهر نوفمبر والزهرة مستقيمة السير في برج الميزان. كوكب المريخ: يبدأ الشهر نوفمبر وكوكب المريخ في بيته برج العقرب حتى ظهر يوم 24 نوفمبر تحديدا عند الساعة 3:14:52 لينتقل إلى بيت غربته برج القوس، وينتهي شهر نوفمبر والمريخ مستقيم السير في برج القوس. كوكب المشتري: متراجع السير في بيت غربته برج الثور طوال شهر نوفمبر. كوكب زحل: يبدأ الشهر نوفمبر وكوكب زحل متراجع السير في بيت غربته برج الحوت حتى صباح يوم 4 نوفمبر تحديدا عند الساعة 10:03:06 ليعود للسير الأمامي مستقيم في الدرجة 0 من برج الحوت. كوكب أورانوس: متراجع السير في بيت هبوطه برج الثور. كوكب نبتون: متراجع السير في بيته برج الحوت. كوكب بلوتو: مستقيم السير في برج الجدي. الرأس والذنب في محور حمل ميزان. الاجتماع: قران القمر والشمس لولادة القمر الجديد ظهر يوم 13 نوفمبر تحديدا عند الساعة 12:27:17 في الدرجة 20 من برج العقرب. الاستقبال: المقابلة ما بين القمر والشمس ليكتمل القمر بدرا ظهر يوم 27 نوفمبر تحديدا عند الساعة 12:16:11 في الدرجة 4 من برج الجوزاء.